بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي في درس جديد في مادة العلوم من مجموعة العميد التعليمية. معكم الست زينة كاظم من مدرسة نور العباس للبنات، ونأخذ موضوع الجلد. أهدافنا السلوكية لهذا الدرس، أتوقع من التلميذ أو التلميذة في نهاية الدرس يكون قادر على أن أولا يعرف الجلد، ثانيا يعدد طبقات الجلد، ويبين وظائف المسامات، ويوضح الأعضاء الملحقة بالجلد، ويعلل سبب انتشار المسامات على طبقة البشرة، ويعدد وظائف الجلد، وأخيرا يطبق العادات الصحية السليمة للمحافظة على صحة وسلامة الجلد. ما هو الجلد؟ أخذنا في الدروس السابقة أعضاء الحس في جسم الإنسان، وذكرنا أنه لكل حاسة عضو مسؤول عنها، فحاسة البصر مسؤول عنها العين، وأخذنا طبقات العين التي هي الطبقة الخارجية الصلبة والطبقة الوسطى والطبقة الداخلية المشيمية، وأخذنا أيضا حاسة السمع، والعضو المسؤول عنه هو الأذن، وتتركب الأذن من ثلاث مناطق التي هي أو ثلاث طبقات التي هي الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية، وأخذنا أيضا حاسة الشم الذي يكون مسؤول عنه الأنف، والتذوق المسؤول عنه اللسان، نأتي الآن إلى حاسة اللمس والذي يكون مسؤول عنه الجلد. ما هو الجلد؟ الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان وأكبرها، إذ تبلغ مساحة الجلد 1.7 متر مربع ووزنه 3 كيلوغرام في الإنسان البالغ. ممكن أن تأتي بصيغة فراغ، تبلغ مساحة جلد الإنسان فراغ ووزنه فراغ، مساحته 1.7 متر مربع ووزنه يبلغ 3 كيلوغرام. مما يتكون الجلد؟ يتكون الجلد من طبقتين التي هي الطبقة الخارجية كما موضح في الصورة التي هي طبقة البشرة، تأتي بعدها الطبقة الثانية التي هي طبقة الأدمة، وتحتها طبقة ما تحت الأدمة، هذه سوف تأخذونها أعزائي التلاميذ في مراحل متقدمة. الآن نأتي إلى مكونات الجلد. طبقة البشرة هي الطبقة الخارجية، هذه هي طبقة البشرة، الطبقة الخارجية للجلد تحفظ هذه الطبقة السوائل داخل الجسم، وتنتشر على طبقة البشرة فتحات صغيرة تسمى المسامات. توجد على طبقة البشرة فتحات صغيرة تسمى المسامات، وهذه الطبقة من ميزتها تحفظ السوائل داخل جسم الإنسان. الطبقة الثانية هي طبقة الأدمة، هذه الطبقة تلي طبقة البشرة، وتحتوي هذه طبقة الأدمة على نهايات الأعصاب الحسية، وتنتشر فيها الغدد الدهنية والشعر والغدد العرقية. كما موضح في الصورة، هذه هي نهايات الأعصاب التي توجد في طبقة الأدمة، وأيضا الأعصاب الحسية طبعا، وأيضا توجد فيها الغدد الدهنية. دائما تكون الغدد الدهنية بالقرب من قاعدة الشعر في الإنسان، ويخرج الشعر من طبقة الأدمة إلى الخارج، يخترق طبقة البشرة إلى الخارج، وتحتوي هذه طبقة الأدمة على الغدد العرقية، هذه هي الغدد العرقية، تفتح عن طريق قنوات إلى خارج الجسم، عن طريق هذه القنوات تنتهي بمسامات لكي تفرز الدهون الزائدة أو الدهون خارج الجسم. ما هي المسامات؟ المسامات هي فتحات صغيرة تنتشر في طبقة البشرة، هذه هي طبقة البشرة وهذه هي المسامات، ويتم عن طريق هذه المسامات إخراج المواد غير الضرورية التي تكون بصورة مواد دهنية أو ماء وأملاح من خلال عملية التعرق. ممكن أن يخرج الماء والأملاح والمواد الدهنية الغير ضرورية في الجسم عن طريق المسامات التي تكون منتشرة على طبقة البشرة الخارجية. لماذا تنتشر المسامات على طبقة البشرة؟ الجواب: لكي يتمكن الجلد من إفراز العرق خارج الجسم، إخراج العرق والماء والأملاح التي تكون غير ضرورية خارج الجسم. ما
هي الغدد الموجودة في طبقة الأدمة؟ ذكرنا أنه يوجد في طبقة الأدمة، هذه طبقة الأدمة، غدد ملحقة في هذه الطبقة. ما هي هذه الغدد؟ الغدد هي الغدد الدهنية والغدد العرقية. هذه هي الغدد الدهنية، كما ذكرنا توجد بالقرب من الشعر، والغدد العرقية التي تكون ذات نهاية ملتفة. الغدد الدهنية هي الغدد التي تفرز الدهون المرطبة للبشرة وتوجد في طبقة الأدمة. أما الغدد العرقية هي الغدد التي تفرز العرق وتوجد في طبقة الأدمة أيضا، أي تكون الغدد الدهنية مسؤولة عن إفراز الدهون. هذه الدهون التي تفرز على الجلد تكون مرطبة للجلد وأيضا مرطبة للشعر. أما الغدد العرقية فهي المسؤولة عن إفراز العرق الزائد، عبارة عن ماء وأملاح تفرز خارج الجسم. ما هي الأعضاء الملحقة بالجلد؟ هناك أعضاء ملحقة وليس غدد، هناك فرق بين الغدد الملحقة والأعضاء. الغدد هي الغدد الدهنية والغدد العرقية. أما الأعضاء الملحقة بالجلد هي الأعضاء التي تتصل بالجلد مثل الشعر والأظافر. نأتي إلى تعريف الأظافر. الأظافر هي أجزاء صلبة تكونت من طبقة الأدمة، وهذه الأظافر وظيفتها المحافظة على نهايات الأصابع من العوامل الخارجية. هذه هي الأظافر وظيفتها المحافظة على نهايات الأصابع من المؤثرات الخارجية، ولولا وجود هذه الأظافر لتشققت نهايات الأصابع. إذن الغدد أو الأعضاء الملحقة بالجلد هي الشعر والأظافر، والغدد الملحقة بالجلد هي الغدد الدهنية والغدد العرقية. يجب عليك عزيزي التلميذ التمييز بينهما. ما وظائف الجلد؟ هذا السؤال يكرر دائما في أسئلة الوزاري، أما بصيغة عدد أو فراغات أو علل. فوظائف الجلد هي أولا يشكل الغطاء الخارجي للجسم ويحمي مكوناته الداخلية. ثانيا يمثل الجلد عضو حاسة اللمس، وذلك لوجود أنواع مختلفة من الخلايا الحسية، وتتركز هذه الخلايا الحسية في نهايات الأصابع. ثالثا يعد الجلد جهاز إخراجي، وذلك للتخلص من المواد غير الضرورية بصورة مواد دهنية أو ماء وأملاح من خلال عملية التعرق، أي الماء والأملاح والدهون الزائدة والضارة عن في الجسم تخرج عن طريق المسامات الموجودة في الجلد، لذلك يعد الجلد جهاز إخراجي. رابعا يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال إفراز العرق، حيث يقلل وينظم درجة حرارة الجسم. خامسا يشكل ملامح الإنسان الخارجي ويعطي لكل إنسان شكله المميز. وسادسا يعد الجلد وسيلة للتعرف على الأشخاص من خلال استخدام بصمات الأصابع. لكل شخص بصمات أصابع تختلف من شخص إلى آخر، ولو يوجد بصمات متشابهة على وجه الكرة الأرضية، لذلك يمكننا التمييز الأشخاص من خلال بصمات الأصابع. ما هي العادات الصحية للمحافظة على صحة وسلامة الجلد؟ هناك عادات صحية على الجميع اتباعها للمحافظة على صحة وسلامة الجلد. هي أولا المحافظة على نظافة الجلد من خلال الاستحمام اليومي وإزالة الأوساخ عنه. ثانيا تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس مدة طويلة، لأن حرارة الشمس تسبب حروق للجلد. وثالثا عدم استخدام الأدوات الحادة والجارحة مثل السكين والمقص، لأنها سوف تؤدي إلى خدوش وجروح وتشقق الجلد. ورابعا شرب كميات كافية من الماء، لأن الماء يحمي البشرة من الجفاف ويرطبها. هذه هي العادات الصحية. وهناك عدة تعاليل خاصة بالجلد تأتي بصيغة تعلل أو بصيغة ما سبب. ما سبب كون الجلد جهاز إخراجي أو علل يعد الجلد جهاز إخراجي؟ الجواب لأنه من خلاله يتخلص الجسم من المواد الغير ضرورية التي تكون بصورة مواد دهنية أو ماء وأملاح من خلال عملية التعرق. التعليل الثاني يعد الجلد منظم لدرجة حرارة الجسم. ما سبب ذلك؟ لأنه يعمل على إفراز العرق في الأيام الحارة، ويؤدي هذا العرق إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.
ثالثا يعد الجلد وسيلة للتعرف على الأشخاص، وذلك من خلال استخدام بصمات الأصابع التي تمثل ميزة ينفرد بها كل إنسان عن الآخر. وكما ذكرنا لكل إنسان بصمات أصابع خاصة به تختلف عن الشخص الآخر، ولا توجد بصمات أصابع متشابهة إطلاقا. ما أبرز العادات غير الصحية التي تؤذي الجلد؟ هناك عادات غير صحية علينا الابتعاد عنها، وهي عدم الاهتمام بنظافة الجسم أو الجلد. ثانيا التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة سوف تؤدي إلى حروق بالجلد، وعدم شرب كميات كافية من الماء مما تؤدي إلى جفاف الجلد، والعبث بأدوات جارحة وحادة التي سوف تؤدي إلى جروح في الجلد والتشقق. نأتي الآن إلى الفقرة الأخيرة وهي التقويم. على التلاميذ الإجابة على أسئلة فقرة التقويم وإرسالها إلى معلم أو معلمة المادة عبر برنامج المرقاب الآلي. أولا، ما هي المسامات أو عرف المسامات؟ ثانيا، عدد طبقات الجلد. ثالثا، ما وظائف الجلد؟ هذا سؤال مهم ويكرر وزاري. رابعا، كيف نحافظ على صحة وسلامة الجلد؟ خامسا، عدد الغدد الموجودة في طبقة الأدمة. وسادسا، عدد الأعضاء الملحقة بالجلد. هنا عزيزي التلميذ ميز بين الغدد، خامسا الغدد الموجودة في الأدمة، والنقطة السادسة الأعضاء الملحقة بالجلد. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر حسن استماعكم أعزائي التلاميذ، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا هذا. دمتم برعاية الله وحفظه.